نقف اليوم مع الأستاذ راشد الجاسم حول العلاقات البحرينية الفلسطينية. ولقد نشر كتاب مؤخراً للأستاذ راشد فيما يتعلق بموضوع العلاقات البحرينية الفلسطينية. وقبل الدخول في موضوع الندوة يجب أن نلفت الانتباه، وأرى نفسي مضطراً للفت الانتباه إلى ما يدور حالياً في الساحة الفلسطينية، وبالأخص ما يتعلق بموضوع الأسرى في داخل السجون الصهيونية، حيث أن على الأقل في الفترة الأخيرة أنهى أحد الرفاق رفيق بلال كايد أحد معتقلي الجبهة الشعبية محكومية بالسجن 14 سنة ونصف في سجون الاحتلال، وبعد الانتهاء أحيل للاعتقال الإداري بحجة وجود ملف سري لدى جهاز الأمن جهاز أمن العدو لمدة 6 أشهر أخرى، ودخل في إضراب مفتوح عن الطعام. وفي خلال فترة الإضراب كانت هناك مجموعة من المفاوضات مع الأسير بلال حول أن يخرج من السجن مقابل خروجه من داخل الفلسطيني لمدة 4 سنوات، ثم العودة. رفض هذا الموضوع على اعتبار بأن هذا سيكون تأكيد أو ستكون سابقة يستفيد منها الكيان الصهيوني وسلطاته في تنفيذ جرائمهم المستمرين فيها. وعلى هذا الأساس صعدت الحركة الأسيرة وبالأخص عناصر الجبهة الشعبية داخل سجون الاحتلال من هذا الموضوع، انضموا تباعا إلى الإضراب عن الطعام. الإضراب ما زال مستمر من أكثر من 35 يوم، وهناك حركة تضامن عربية وعالمية مع قضية الأسير بلال كايد. وآخر شيء ما حدث اليوم على الأقل في الساحة الفلسطينية مغيبة نسبيا عن الوضع العربي بسبب ما تمر به الأمة العربية من أوضاع، آخرها ما حدث اليوم من عدوان على الضفة الغربية وهدم مجموعة من المنازل استشهد على أثرها فلسطيني واحد إلى غاية الآن، وما زالت الحرب على الأقل ما زال هناك حراك مستمر في الداخل الفلسطيني حول هذا الموضوع يحتاج منا إلى الانتباه. وبالتالي هذا على أساس هذا الأمر قامت جمعية البحرينية لمقاومة تطبيع مع العدو الصهيوني بالتعاون مع الأخوة في جمعية وعد بالتنسيق لهذه الندوة الذي يفضل فيها الأستاذ راشد الجاسم حول العلاقات البحرينية الفلسطينية. تفضل أستاذ، عندك نص ساعة. في البداية السلام عليكم ورحمة الله، حييكم مسيكم بالخير، نشكركم على هذا الحضور. طبعا هذا الحضور لم يكن لشخص أو كتاب أو مؤلف، هذا الحضور كان تضامن للشعب الفلسطيني مثل ما تفضل أخوي. احنا اليوم هني بقدر المستطاع بكل الأدوات يجب أن ندعم هذه القضية التي أصبحت قضية منسية وسط هذه الأوضاع وسط صراع المحاور اللي في المنطقة. فإحنا اليوم يجب أن نعزز أن هذه القضية هي القضية المركزية. فمن هذا المنطلق أشكر الأخوة في جمعية مقاومة التطبيع على دعوتهم الكريمة لي، وأشكر الأخوان في جمعية وعد على الاستضافة في هذا المقر، ونتمنى في نهاية المحاضرة أن نطرح شيء على الأقل ينال على شيء من استحسانكم. والبحرين لها تاريخ مع القضية الفلسطينية، تاريخها عميق، فدعونا نستكشف هذا التاريخ وهذا الإرث وهذه الأمانة اللي أعطونا إياها الأجداد إلى الآباء إلى الأحفاد. فتأذنون لي يا أخوان أن نبدأ المحاضرة. بداية طبعا هذا الكتاب صدر لسبب رئيسي، صار التضامن للقضية الفلسطينية تضامن انتقائي، بمعنى أتضامن مع حزب وفصيل على فصيل وحزب آخر. الانقسام الفلسطيني مؤلم بالنسبة لنا. فهذا الكتاب رسالة للأخوة في البحرين والأخوة داخل فلسطين، يجب أن نتكاتف اليوم في ظل هذا الوضع،
فلسطين يجب أن تعود قضية إجماع وطني، مش حزب وفصيل على فصيل وحزب آخر. قول بسم الله. طبعاً اليوم نتكلم عن العلاقات البحرينية الفلسطينية من عام 1917 إلى عام 1982، هو موضوع الكتاب. طبعاً أولاً بنتكلم عن العلاقات الروحانية بحكم أنها هي أولى القبلتين وثلاث الحرمين، ونتكلم عن العلاقات العلمية، ونختمها بالعلاقات التضامنية البحرينية الفلسطينية من 1917 حتى 1982، وراح نخوض داخلها التضامن في حقبة العشرينات، الثلاثينات، الأربعينات، الخمسينات إلى أن نصل إلى 82. طبعا هذه الصورة مثل ما تشوفون تعكس طبعا أهل البحرين متعلقين في فلسطين بحكم ما تمثل هذه الأرض المقدسة من موروث ديني وأهمية دينية، فكان أهل البحرين يسافرون كثيرا إلى القدس قبل الاحتلال. فنلاحظ هذه الصورة، صورة أحد البحرينيين ذهبوا إلى إجازة العيد لقضاء العيد، وهو الحاج محمد بن يوسف بحجي مع لأصدقائهم المقدسيين، وهذه الصورة في عند قبة الصخرة في عام 1946، ونلاحظ توهم ذهب القبة. فهذه هذه الزيارات كانت كثيرة، بس من صور هذه الصورة قليل. ومن الجانب الآخر نلاحظ عبد الرحيم الكوهجي، وأحد الشخصيات اللي ذهب إلى العلاج إلى الأردن، وكان في نيته أن بعد العلاج يذهب إلى القدس وإلى المسجد الأقصى، ولكن وفته المنية في عمان، فقرر ولده دفنه في فلسطين. فنلاحظ أن هناك بحرينيين من عيدوا في فلسطين، وبحرينيين من دفنوا في فلسطين. العلاقات العلمية، طبعا العلاقات العلمية لو بني نحصرها بشكل سريع، عندنا الشيخ عبد الوهاب الزياني حاضر في القدس في الفترة بين 1915 إلى 1918. الصورة ذي، صورة الوحيدة اللي هي ذي، هي الصورة مأخوذة من صحيفة مقدسية، ما لها صورة غيرها. وبالنسبة حق رجال الدين كانت تشكل فلسطين خاصة علماء الخليل أهمية لدى علماء البحرين. فالشيخ محمد الحجازي درس على يد علماء الخليل فترة الثلاثينات من القرن الماضي، ونال الإجازة العلمية من علماء الخليل. في الجهة الأخرى جامعات فلسطين كانت رائدة أيضا، والشيخ سلمان بن الشيخ محمد بن عيسى المشهور بالشاعر الوائلي درس ابنه الشيخ سلمان الحقوق في فلسطين في عام 1946. وهذه اللي نشوفهم تحت الصورة هو صورة لأول بعثة فلسطينية في البلاد عام 1940. من جهة اليمين نلاحظ الأستاذ يوسف حموري. الأستاذ يوسف الحموري كان له دور أيضا في تأسيس نادي الطلبة اللي بعدها صار نادي الإصلاح. ونادي الطلبة يوم سواه وبدأ يشكل نشاط نوعا ما سياسي، الإنجليز تضايقوا منه فقاموا بترحيله من البلاد عن طريق المستشار وإلى آخره. في هذه الأثناء صارت اعتصام ومظاهرة تضامنا معه في عام 1940. فهذه العلاقات العلمية بشكل سريع نسردها في هذا المقام. العلاقات التجارية والاستثمارية، طبعا من الشيء الجميل ان في بعض القصاص لمجلة قديمة مرت علي، هي مجلة صوت البحري، ولاقي فيها عن رحلة بحرينيين ذهبوا إلى القدس، فيتكلمون يقولون انتقلنا في اليوم الثالث من زيارتنا للقدس إلى بيت لحم، فاجتزنا السيارة في طريقها إلى بيت ساهور. بيت ساهور
منطقة مشهورة بصناعة الصدف، ويصنعون فيها الشمعدانات والصلبان، كراسي المصحف، كانوا يأخذونها يصنعونها من المحار البحريني. محار أهل البحرين كانوا يستخدم خاصة في منطقة بيت ساهور. اللي عنده علاقات خليه يبني لنا مصحف ولا كرسي ومصحف ولا أي شيء. فكان يستخدمون المحار البحريني إلى فترة الحرب العالمية الثانية، انتقلوا إلى المحار الأمريكي. من جانب ثاني، الاستثمارات الكبرى في البلاد كمطبعة البحرين لعبد الله الزايد استعان بخبرات فلسطينية. مدير المطبعة كان الأستاذ نوح أفندي إبراهيم. وبالمناسبة أن الأستاذ نوح أفندي إبراهيم أسس المطبعة البحرين في 1934، قادر البلاد للالتحاق بثورة القسام، واستشهد عام 1938. ثالثا، اللي هو المحور الأهم، العلاقات التضامنية البحرينية الفلسطينية. طبعا لنتكلم عن العلاقات التضامنية، على طول في بالنا من رام الله للبحرين شعب واحد لا شعبين. تمهيد، طبعا احنا بنتكلم عن 1917، الحياة قبل 1917 كانت حياة صعبة جدا، كانت فيها يعني مشاكل داخلية، حروب داخلية، حروب خارجية. لكن في هذه الفترة، خاصة في نهاية القرن 19 بداية القرن 20، جاءت أفكار إصلاحية للبلاد، والأفكار ذي تمثلت بأفكار الشيخ محمد عبدو، جمال الدين الأفغاني، عبد الرحمن الكواكبي، والسيد أحمد خان وأقرانهم في العراق وإيران. هذه الأفكار أثرت وكانت تصب في اتجاه واحد، محاربة الاستعمار، الشراكة في القرار بإنشاء المجالس الشورى المنتخبة، والتعليم النظامي، ومحاربة التبشير. كانت تصب في هذا القرار، في هذا الاتجاه. انتقلت هذه الأفكار إلى البحرين عن طريق وين؟ عن طريق الطلبة البحرينيين اللي يدرسون في جامع الأزهر الشريف في مصر، والطلب أبناء تجار اللؤلؤ الذين يدرسون في جامعة عليكرا بالهند، الجامعة الإسلامية. وانتقلت أيضا عبر الصحف العربية، مثال عليها المختطف، المنار، الهلال. كانت هذه الصحف تتداول في مجالس أهل البحرين ومجالس النخب تحديدا ومجالس التجار والأعيان. هذه مثال على اشتراك لبحريني، الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة، طبعا 1327 مثل ما تشوفون. هذا الاشتراك يعني كان في ديسمبر 1909، فكانت أهل البحرين يتلقون هذه الأفكار عن طريق الصحف أيضا العربية اللي كانت تتداول في البلاد. حن ندش على القضية. طبعا من المهم أن نعرف أن البحرين كانت الدولة المقترحة لتكون وطن قومي لليهود قبل فلسطين. تشير المعلومات التاريخية بأن الطبيب الروسي أم إل روششتين المقيم في باريس قد تقدم باقتراح لوزارة الخارجية البريطانية قبل فترة وجيزة من وعد بلفور، طلب خلالها إقامة وطن قومي لليهود على أرض البحرين. ولكن بعد مناقشات تم صرف النظر عن المقترح ليقع الاختيار على أرض فلسطين الحبيبة، واطلق في ذلك بالفور وعده الغادر. يعني تخيلوا كنا إحنا المفروض نكون أطفال الحجارة، أطفالنا كنا إحنا بنعيش الحياة ذي. أثر وعد بالفور على أهل البحرين، مع الأيام الأولى من انتشار الوعد كان رواد المجالس في المنامة والمحرق، بالتحديد مجالس تجار اللؤلؤ، يتساءلون دون توقف حول قموض هذا الوعد. فكان المثقفون البحرينيون يجيبون على أسئلة رواد المجالس في جلسات نقاشية مطولة، ومع تركيز الصحف العربية عليها أصبحت تترسخ قناعات شعبية عند
عند هذه النخب المثقفة بخطورة هذا الوعد، وبدأ البحرينيين يستنكرون وعد بلفور ويعملون حملات تثقيفية لإزالة الغموض عنه عند أهل البحرين. طبعا هذا وعد بلفور مثل ما نشوف. اي 1917 البحرين استنكروها في المجالس مجالسهم، وبدوا يعني بدوا يعون خطورة هذا الوعد. في 1921 الحاج أمين الحسيني قدم إلى البلاد وشهدت التبرعات البحرينية للحرم القدسي عبر تجار اللؤلؤ، حيث يشير دفتر توزيع الثلث. الثلث هو ثلث تركة المتوفي، كانوا أهل البحرين يتبرعون بثلث تركتهم لأعمال الخير. فالحاج عيسى سيادي في الخامس من الدفتر الثلث في 5 يونيو 1921 يتضمن في أحدى البنود مساعدة بمبلغ 500 روبية لإعادة فلسطين، وهذه أقدم ما وصلت له من إعانة بحرينية لفلسطين. أني هذا الأثر البحريني بدأ يوصل للصحف العربية، ما بقى بس في البحرين وخلاص. أطلقت صحيح مجلة المنارة المصرية حملة تبرعات كبرى لترميم الحرم القدسي، ونلاحظ أن البحرين كانت من أعلى الدول تبرعا لترميم الحرم القدسي. في وهذه الصحيفة كانت في يوليو عام 1928 بدأ الدور البحريني يظهر إلى الملأ. في الاتجاه الآخر سلم هذه المساعدات وفد من النادي الأدبي البحريني داخل فلسطين، ونقلت هذا الخبر صحيفة الشورى. نلاحظ هنا تكريم وجهاء البحرين، والذي أقام سماحة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي حفلة تكريمية في كلية روضة المعارف، قام حق الوفد البحريني اللي كان عبد الله الزايد وقاسم الشراوي في عام 1928 أيضا. ونلاحظ من الجهة الأخرى صحيفة الشورى تتحسر على خسارة آل باكر. من هو آل باكر؟ هو محمد بن إبراهيم الباكر، والد الزعيم الوطني عبد الرحمن الباكر. فتقول خسارة الباكر، كتب إلينا الخليج أن محل السادة الأماثل الشيخ محمد بن إبراهيم الباكر وأخوانه في البحرين والهند أصيب بخسارة كبيرة في تجارة اللؤلؤ. فليش هو ليش يعني حط هذا الخبر بالمنشية العريض؟ لأنه كان خير الداعمين بالأخص في عمارة المسجد الأقصى في القدس الشريف. فأدوار أهل البحرين بدأت تظهر للملأ منذ العشرينات. ننتقل من العشرينات إلى الثلاثينات، طبعا تغيرت من المجالس، كانت هي منتديات ثقافية وأدبية وكل شيء، يعني الراديو ويأتنا إذاعة صوت قصر الزهور العراقية اللي كانت تحفز العمل القومي في ذاك الوقت، والمجتمع تحول من اللؤلؤ إلى عمال شركة نفط، وبدل المجالس راحوا حق القهاوي. فتغييرات صارت في المجتمع. نلاحظ هني بداية مهمة جدا في عام 1937 احتجاج البحرين في صحيفة الفتح. الأهم منه كلها أذاع النادي العربي في المحرق بن قوسين البحرين بيانا قال فيه أن فلسطين جزء لا يتجزأ من البلاد العربية، وأن كل عدوان عليها لا يصيب أهليهما فحسب، بل جميع المسلمين والعرب في العالم، أن أهالي البحرين لا يقبلون بمشروع التقسيم أبدا، ولا بأي مشروع يكون مجحفا بحقوق عرب فلسطين. وقد أرسل النادي المذكور كتابا إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى أمير البلاد، طلب فيه منه أن يبلغ الحكومة البريطانية عن عدم رضا الأهليين عن تقسيم فلسطين وعزمهم على مقاومة حتى النهاية. فمن هنا بدأت كلمة مقاومة تدخل عند أهل البحرين، أن راح نقاوم هذه العملية. في 1937 بيان من نادي البحرين
تحول نوعي. والحركة الوطنية عام 1938 عقدت اجتماعها في منزل الشيخ سعد الشملان، ومن بين مطالبها كان منع اليهود من دخول البحرين والقاء جنسياتهم كسلوك عفوي للتضامن مع القضية الفلسطينية. احنا مو في اطار نقد السلوك، لكن نقول ان هناك سلوك عفوي تضامن مع فلسطين بهذا المطلب. في 39 تشكلت لجنة كبرى في عام 1930، رأس اللجنة عبد الله بن عيسى، وعضوية كل من، سمحوا لي أسرد الأسماء، علي بن أحمد الخليفة، عبد العزيز البسام، أحمد يوسف فخرو، عبد العزيز القصيبي، سلمان البسام، خليل المؤيد، خليل كانو، محمد القاضي، قاسم كانو، محمد طيب، محمود عبد النبي، عبد الرحمن الزياني، قاسم الشراوي، يوسف بوحجي، إبراهيم الجودر، الشيخ إسحاق، عباس أبو القاسم، أحمد حسن إبراهيم، سيد سعيد، يوسف زليخ، علي أبول، حسن المديفع، عبد العلي العليوات، محمد العريض، سيد أحمد بن السيد علوي، مهدي الجشي، محمد مكي البحارنة، محمد سرور، محمد الصفار، محمد الفاضل، يوسف بن عبد الله المحمود، حسين بن علي اليتيم آخر المتوفين من اللجنة، وعبد الله الزايد سكرتير اللجنة. فهني بدأت صحيفة البحرين تنقل نداءها لشعب البحرين منذ عام 1939، ومن بعنوان نداء عام: ما تنفقوا من خير تجدوه عند الله، فلسطين أيها الشعب. فنلاحظ اللجنة بدأت تشكل لجنة، أول لجنة وطنية داخل البحرين تجمع التبرعات. قبل كانت طريقة عفوية، تطورت مع النادي الأدبي ونقلها في العشرينات إلى فلسطين. رعى حملة التبرعات الكبرى، هني صار بروتوكول بحريني في دعم القضايا القومية، قاضي السنة من جهة، قاضي الشيعة من جهة، وشقيق الحاكم في وحدة وطنية في دعم هذه القضية. ونزلت صحيفة البحرين تسابق الأهليين إلى التبرع إلى فلسطين، ونزلت الخبر وبدأت تنشر أسماء المتبرعين فرد فرد، اللي تبرع بنص ربية واللي تبرع بخمسمية ربية ولا ألف ربية، تحط كل الأسماء. ولكن من المهم أن تعرفون أن هناك تدخلات بريطانية حتى في إرسال جهة التبرع في 39. شو تقول الوثائق البريطانية؟ تلاحظون أبيكم تلاحظون هني إلى الجهة الأخرى، فكان المطلوب طبعا من فوق، طبعا ستجري انتقادات كثيرة على كون أخ عظمة الشيخ البحرين رئيسا للجنة، طبعا البريطانيين يقولون، وأنني أترقب في أي لحظة أن يصلني طلب من الحكومة البريطانية أن أوضح لهم لماذا الشيخ عبد الله بن عيسى مشترك في هذه المسألة، وأن هل أهالي البحرين يريد القيام بمعاداة الحكومة التي تساعدهم وتحميهم إلى آخره. فمن السهل إعطاء جواب لكون أن اللجنة تعلم بوجود لجنة شهيرة في فلسطين بالقدس التي تقوم بمساعدة نساء وأطفال العرب، اللي هي شو اسمها اللجنة على أساس نختصر؟ اسمها نساء العرب، إلى لجنة نساء العرب، وحاطين عنوانها لجنة نساء العرب، حاطين عنوانها في القدس في فلسطين، ان هذه اللجنه عليكم تتبرعون فيها. طبعا لجنه التبرعات ما تبرعت حق اللجنه، تبرعت حق جمعيه شبان المسلمين في مصر، وهذه رساله من رئيس جمعيه شبان المسلمين، هني نلاحظ بالشكر اهالي البحرين على تبرعاتهم في التبرعاتهم لاهل فلسطين، وهني صوره من صحيفه زهره الشرق للوفد البحريني اللي سلم هذه المساعدات في مصر. الأربعينات طبعا مع القرار الأمامي الجائر رقم 181 في نوفمبر 47، شهدت البلاد تظاهرات كبرى دعما لفلسطين، صاحبها أعمال عنف ضد اليهود وعدائية ضد المصالح البريطانية.
طبعا تشوفون هاي المنامة اكتظت بالمظاهرات، هاي صور المظاهرات الضخمة اللي صارت في البحرين. لاحظوا هنا علم البحرين واضح، وهنا قدام دار الاعتماد البريطاني. انزين، طبعا هني اني نبتديها واحده واحده. هدد طلعت جماعه تنظيم سري اسمه الجبهه الوطنيه، هددوا بتخريب مصفوات البحرين، ورسلوا رساله الى رئيس شركه النفط، ترى احنا يعني اذا قسمتوا فلسطين بترول ننسوه. ومن جانب ثاني ايضا هاجم اهل البحرين البنك الشرقي البريطاني، هاجموا كموقف تضامني مع القضية الفلسطينية أيا كان احنا نأيده ولا نعارضه. ونلاحظ أيضا تحت كنيسة يهودي في البحرين، الكنيسة المعروف، هاجموا أهل البحرين أثناء هذه المظاهرات. وتجار البحرين قاطعوا حاملة الطيارات رندوفا، كانوا داعينهم لحفلة شاي، قاطعوها واعتذروا عن الحضور، وكتبوا كتاب إلى القبطان السفينة قالين له إحنا ما بنشارك في دولة، ما بنشارك في احتفال لدولة قامت بالاعتراف بهذا الكيان الصهيوني. عبد الرحمن الباكر طلع في مظاهرات في زنجبار وتنزانيا، يعني لاحظوا هالبحرين بعد برا البحرين في مظاهرات في زنجبار وتنزانيا، وطالب الجماهير بمقاطعة البضائع الأمريكية والفرنسية والبريطانية. جرت حملة اعتقالات واسعة، هني أسماءهم، ضمت كل من يوسف العبيدلي، عبد العزيز الشملان، علي وعبد الله الوزان، محمود المردي، محمد الشراوي، صالح العوجان، الشيخ أحمد بن علي الخليفة، ومحمد صادق هندي الجنسية. أيضا في 48 صارت حملة تبرعات كبرى، قدر المبلغ، طبعا هني دعوة التبرع حق التجار، نلاحظ أن التبرعات راح تسلم إلى الرئيس شكري القوتلي، لو تلاحظون هني توزعت دعوات الأهل البحرين، جمعوا في ذاك الوقت مبلغ 105 ألف روبية في الحملة التبرعات ذي. ومع قرب انتهاء الوصاية لفلسطين، قامت السلطات البريطانية في البلاد بوضع سفينة والد جوز أو الوز المتوحشة على أهبة الاستعداد تحسبا لأي مظاهرات وأحداث قد تحدث في البلاد. نروح على الخمسينات، تضامن البحريني في الخمسينات. نلاحظ هنا صوت البحرين، أول مجلة تضع صورة القدس في غلافه في يونيو 1954، تضع القدس الشريف. وأيضا هذه أول كاريكاتير بحريني يدعم القضية الفلسطينية في يوليو 54، كان بعنوان إسرائيل واللاجئين، وينتقد مشروع جونستون الأمريكي. في نفس الوقت صارت حملة مقاطعة لليهود في البحرين، لسبب أن كانوا القوميين كانوا يظنون أن اليهود هم اللي يبون البضائع من الأراضي المحتلة إلى البلاد، فلذلك كانت الصحف تشن حملة في مقاطعتهم مثل ما تشوفون. طبعا هني الجريدة كانت تنتقد، سواء تنتقد التجار وتشهر في أسماءهم اللي تعاملون مع الكيان، أو أيضا أي تراخي حكومي في دخول وخروج البضائع من وإلى الكيان. أدى ذلك في نهاية المطاف إلى إصدار أمر من حكومة البحرين بوقف وبحظر التعامل مع إسرائيل في عام 1955، وبعدها صار مكتب المقاطعة في عام 1963. طبعا من جانب آخر صارت حملات تبرعات للجيش المصري، باعتباره هو الجيش اللي يعول عليه البحرينيين
في تحرير فلسطين، وأيضا هناك لاحظ تبرعات، هاي طبعا نتكلم عن 56 أيام هيئة الاتحاد الوطني، هني 67 نلاحظ تبرع من أجل القوات العربية في سبيل نصرة فلسطين، وأيضا هني نصرة العمل الفدائي، قاده نادي العروبة ونادي البحرين، الأندية الوطنية لعبت دور في هذا المجال. طبعا للأدب والفن والمسرح دور في دعم القضية الفلسطينية، مو بس الدعم المادي، مو بس مظاهرات. كان البحرينيين أيضا متنوعين، عندهم تنوع في هذا الدعم، في هذا العطاء. أول قصيدة بحرينية داعمة للقضية الفلسطينية كانت للشاعر عبد الرحمن المعاودة في 9 يونيو 1939. أول قصيدة تم إلقائها من ثم بيعها لصالح قضية الفلسطينية كانت للشاعر قاسم الشراوي في 5 يونيو 1948. أول ملحمة شعرية تتحدث عن مأساة فلسطين كانت للشاعر إبراهيم العريض بعنوان أرض الشهداء عام 52. نوفمبر عام 1947 شارك الفن التشكيلي لدعم القضية الفلسطينية، حيث رسم الفنان يوسف قاسم لوحة لمفتي فلسطين وتم بيعها في مزاد وتخصيص إرادها للقضية. أول عمل مسرحي بحريني لدعم القضية الفلسطينية هي مسرحية نخب العدو، والتي عرضت على مسرح النادي الأهلي عام 1948. أنتجت فرقة أجراس أول ألبوم غنائي بحريني داعم للقضية الفلسطينية عام 1981 بعنوان أمنيات أطفال. طبعا هني صورهم، هني شكر سماحة مفتي فلسطين للشاعر إبراهيم العريض على الملحمة الشعرية اللي قدمها، وهني شكر حكومة عموم فلسطين للشاعر البحريني الكبير إبراهيم العريض. مقاتلين في فلسطين، طبعا البحرين، هل البحرين أيضا قاموا بدعم القضية الفلسطينية أيضا في القتال، في ساحة في ساحات القتال، من هناك، من عندكم محمد بن يوسف السيسي، هذه لباسه، لباس الجيش الأردني، شارك في حرب فلسطين عن طريق الجيش الأردني وشارك في حرب 48. تقول منيرة فخرو أن هناك قوة رمزية من جمعية الإصلاح شاركت في حرب 48. السيد سلمان كمال الدين شارك في حرب أيلول الأسود في دعم المقاومة الفلسطينية. وفي الختام الشهيد مزاحم الشتر استشهد عام 1982 من أجل القضية الفلسطينية عندما كان في المقاومة مع المقاومة الفلسطينية في لبنان. في نهاية المحاضرة أتمنى أن ما خذيت من وقتكم، ويسعدني أن أهدي هذا العمل المتواضع إلى الشعب الفلسطيني الأبي، لأولئك الذين صنعوا العزة والكرامة لأجيالنا. سمحوا لنا على الإطالة.